معانا عبر الهاتف الآن الكابتن زياد السيسي، بطلنا المصري الكبير اللي حصد اليوم برونزية بطولة العالم في السلاح السيف. يا كابتن زياد مشرف ومنور ومليون مبروك، رفعت راسنا للسماء. الله يبارك في حضرتك، شكرا جدا، شكرا جدا على المداخله الجميله دي، ربنا يخليك. شكرا حبيبنا والله، ده احنا اللي شكرا ليك انك النهارده فرحتنا. بس قول لي كده بقى، الانجاز ده حصل ازاي؟ عشان انت يعني عرفتنا وفاجئتنا النهارده، واحنا كنا يمكن مقصرين شويه لعدم المتابعه، بس يكفينا فخر ان انت النهارده عملت الانجاز العظيم ده. الحمد لله، دي اول دي كاس عالم في الجزائر، اول كاس عالم في السيزون التاهيل. يعني ده ان شاء الله هو الهدف في التاهيل لأولمبياد باريس 2024، ودي أول بطولة. فالحمد لله ربنا كرم ووفق بأول ميدالية في تاريخ سلاح السيف، ميدالية برونزية. بس طبعا اليوم مش سهل، بس الحمد لله توفيق ربنا كان كبير قوي يعني، وربنا أراد إن احنا نتبسط النهاردة. إيه اللحظة الأصعب بالنسبة لك حتى وصلت لهذه النقطة، نقطة الميدالية في هذه البطولة؟ لا لحظات كتير كلها لحظات، احنا بقالنا عمر نفسنا نوصل يعني للانجاز ده، بطولات كتير بنقرب كتير، قربنا كذا مره، عملت دور 16 كذا مره، كنت قريب من دور الثمانيه كذا مره، كسبت ابطال عالم قبل كده، بس يعني اول مره الحمد لله نتوفق. النهارده يعني بكلمك عن النهارده تحديدا، ايه اللقاء اللي كان صعب؟ النهارده تحديدا؟ النهارده كل البطولات، انا بدات انا كنت في اول 16 في التصنيف العام السيزون اللي فات، فالاول 16 دول مش بيلعبوا الدور التمهيديه، بس بعد اخر السيزون بقيت ال 21 فاضطريت العب الدور التمهيديه، فبدات من اول البطوله اول امبارح لعبت دور المجاميع، كسبت اربع ماتشات خسرت ماتشين، وبعد كده لعبت ماتشين ضد لاعب تونسي، وبعد كده لاعب مجري عشان اتاهل للبطوله الاساسيه اللي هي النهارده. والنهارده بدات من دور 64 مع بطل فرنسا. النهارده معظم ماتشاتي هنلعب من 15 لمسه، معظم الماتشات خلصت 15 14 الحمد لله على يعني اخر لمسه ربنا كرم. لعبت بطل فرنسا، لعبت بطلين فرنسا، اخر واحد فيهم اللي جايب تاني في بطوله العالم اللي فاتت، لعبت بطل ايطاليا، لعبت بطل تركيا، لعبت اثنين من فرنسا، اثنين من فرنسا وايطاليا وتركيا. وبعد كده بطل جورجيا اللي كسب الذهب، هو اللي انا خسرت منه في السيمي فاينل 15 13. يا كنا قريبين كمان، يعني كنا قريبين جدا. هارد لك بس الله. مليون مبروك لينا، اول ميداليه في تاريخ مصر بكاس العالم لسلاح السيف، اول ميداليه لسلاح السيف. نستنى ميداليه في الاولمبياد يا رب ان شاء الله، دعواتكم ان شاء الله. ان شاء الله حلم باذن الله. احنا كده بندعي، المهم انت بقى تبقى جاهز، ده اهم حاجه. والله انا بتمرن. ربنا معاك، توفيق ربنا وان شاء الله نجيبها باذن الله. ربنا معاك كابتن زياد، الف مليون مبروك. خليك، انا معايا كابتن شريف البكري، هو ممكن منتخب مصر، هو مدربي، يا ريت هو مع حضرتك، يا ريت نكلمه يقول لك التفاصيل اكتر مني. يا ريت نكلمه.